وأغلقوا كثيرا من المساجد. وين المساجد اللي أغلقناها؟ زي ما قال لك شيخ أحمد، المساجد دي ظلمونا فيها. أنا بسكت مسجد في اللامار قريب 3 سنوات، بخطف في المسجد، تآمر الإخوان المسلمون معهم أنصار السنة، اتآمروا إنه يشيلوا المسجد مني ويدوا للصوفية. تمام؟ آخر المجالس فيه وآخر العهد بيه قام واحد وعمل انتخاب أو اقتراع داخل المسجد وتصويت، قال لهم دارين الشيخ ده قصدنا دارينه ولا ما دارينه؟ المسجد كله بالإجماع، حتى الناس المتآمرين عليه، خل بالك المتآمرين ذاتهم قاعدين في الجامع وقفوا على حيلهم صوتوا لنا، حتى المتآمرين بالإجماع ما لقوا ولا حاجة يمسكوها علي عشان يطلعوني بقى من المسجد. حتى الآن المسجد اللي مسكه شيخ مزمل حوالي 8 سنوات وأخذ منه، ليه اليوم اللي علينا بنلاقون ناس اللجنة بتاعت المسجد بيطالبوا بشيخ مزمل حتى اليوم اللي علينا ده، لكن لأمور معينة ومكايدات أغلقوا المساجد. وين المساجد اللي أغلقوها؟ بعدين هل الإفساد، أسألكم بالله سؤال الآن، هل الإفساد كونه الإخوة يقيموا محاضرة يضربوا الداعية ده إفساد؟ يدقوه يطردوه من الحلة، هل ده الإفساد؟ عشان كده ديل ما يعرفوا الدعوة، هذا الرجل ما يعرف الدعوة أصلا، ولذلك قاعد في المناجل وجنبه الأنتنات بتاعت الشرك قاعدة، إن صح الجمع يعني أنتنات واقفة شكيني بجنب ظهره، القبور اللي بتعبد والشرك بالله. وهو الكلمة اللي قالها في أحمد البدوي تنزل فيه، هو ما حرك ساكنا، أنت حارب الشرك والتصوف، شوف اللي بيحصل شنو. ولكن الله المستعان.